من أعماق شبه الجزيرة العربية، حيث تحمل رمال الزمن حكايات لا حصر لها عن الشجاعة والحكمة والإيمان الراسخ، تظهر قصة بني أوس، القبيلة التي تقف كدليل على القوة الدائمة للإرشاد الإلهي والولاء المطلق والالتزام الراسخ بتعاليم الله. قصتهم المتداخلة مع النسيج الأكبر للطاريخ الإسلامي، تقدم دروسا قيمة في المرونة والرحمة والقوة للتحويلية للإيمان. الشتهر بنو أوس، قبيلة برزة فيال عربية القديمة، بالتزامهم بمبدئ العدالة والرحمة والضيافة للراسخة، كان ومتج ذرين بعمق في تقاليد أرضهم، وكانت قلوبهم تتوق إلى نبي يقودهم نحو طريق الصلاح والحق. عندما أضاء نور الإسلام شبه الجزيرة العربية، كان بنو أوس من بين أول من تبنوا رسالته بحماسة لا هوادة فيها. لقد اعترفوا بالنبي محمد رسول الله، منارة الأمل والهداية وسط ظلام الجهل والأصنام، بأذرع مفتوحة وقلوب مليئة بالإيمان. رحب بنو أوس بالنبي وصحبه، وقدموا لهم الملجأ والدعم للراسخ في أوقات الاضطهاد. أصبحت منازلهما ملاذا للمسلمين، وكرمهما ورحمتهما شهدت على إيمانهما العميق بتعاليم الإسلام. نظرا لإيمانهما للراسخ وضيافتهم، فقد أحتفظ يا لنبي بمنازلة عالية لبني أوس. لقد أثنى مرارا وتكرارا على فضائلهم، وأشاد بالتزامهما للراسخ بالإسلام ودعمهما للراسخ لرسالته. وفي بادرة من الاحترام العميق والمودة، أعلن بنو أوس هم أقاربي، مؤكدا على الرابطة القوية التي كانت موجودة بينه وبين القبيلة. تعرضت ولاء بني أوس الراسخ للإسلام للاختبار النهائي خلال معركة بدر، وهي لحظة محورية في التاريخ المبكر للإسلام. في مواجهة جيش قريش هائل، وقف بنو أوس إلى جانب آل نبي وصحبه، وقلوبهما مليئة بالإيمان يوصفهما مستعدون للدفاع عن معتقدتهم. على الرغم من الصعوبة التي واجهتهم، قاتل بنو أوس بالشجاعة وتصميم ليلين، ولعبت شجاعتهما ومهاراتهما دورا كبيرا في تأمين على النصر للمسلمين. كان إيمانهما للراسخ والتزامهما للراسخ بتعاليم الإسلام عملا حسما في حماية المجتمع الإسلامي الناشئ، تقديرا لشجاعتهم ودعمهم الراسخ. منح النبي لبني أوس اللقب الفخري أنصار المدينة، أي مساعد المدينة المنورة. هذا اللقب المحفور إلى الأبد في سجلات التاريخ الإسلامي، خلد مساهماتهم وكان بمثابة منارة إلهام للأجيال القادمة طوال تاريخهم. واصل بنو أوس الحفاظ على سمعتهم كقبيلة في ذات إيمان ثابت ودعم لا يتزعزع لتعاليم النبي. ظلوا ثابتين في التزامهم بالإسلام حتى في خضم المحاكمات والمحن، وكانوا مثالا يحتذى به للأجيال القادمة. تقدم قصتهم شهادة خالدة على القوة التحويلية للإيمان، وأهمية الوحدة والرحمة في بناء مجتمع عادل ومنصف، والإرث الدائم لبني أوس، القبيلة التي حفرت اسمها في سجلات التاريخ الإسلامي من خلال التزامها الراسخ بتعاليم الله.